دي بدات من حياتي من يوم تركي لك هرين على رزقني وجهك يا اهل روح حبيبي يا الواحد اهل. شو بدك مني ما رد دغنك اليوم شو بدك راح وقتك راحت ايامك وجاي تدور شهر على ظهري اكيد ما هو انت كل ما تطفي هاي معروفه عنك كل ما تطفي تجي تدور شهر على ظهر هالمسكين سلطان كل ما تطفي كل ما يطفي سوقك وتح سوقك تجي تدور شهره وشمس علي حتى ترجع من جديد لان تعرف ما حد سواك غيري من الاخر شنو بدك أم يا أم عبد الرحمن الطير المهاجر حبايب قلبي نورتهم. كل ما تطفي تجي لعندي حتى شهرك وبعدين معك اتكل على حالك احلى اتكل على حالك اتكل على حالك شو بطريقك لحالك انا مو دايم لك انا شخص مش دايم لك اليوم شهرتك اليوم رجع وقفتك على اجريك اليوم ضبطتك وبعدين انا راح اشوف طريقي ولا اي مكان ثاني وانت لازم تتكل على حالك يعني مش كل ما تطفي خلاص انت بتحس حالك طفيت بس تشوف حالك طفيت اطلع من البرنامج لاقي لك شغله حاسك صار لك ثلاث سنين خلاص لاقي لك شغله ثانيه افتح لك مشروع لك اطلع من حياتي خلاص شغله مش شغلتك ايوه كمل كمل انا استمتع بكلامك والله. خلاص يا عيال هو بس انا كرمال طول المهادي لحد الان بشر فيك وبعدين كرمال ايش؟ طير المهادي انا زلمه محترم بضل طلعك مع جستات ولا انا بطلعك مع جست انا بعرفك جاي تدور يا شغله هلا المهبشان يا قمر يا قمر ما حد يشبهك لا تنسى خاتم متخدم ما اسمع صوتك ماشي اوكي جولتين ولا جولة؟ حسب مستواك انت اختار يا ولد اركب يا ولد انا نضحك ننبسط لا تتعكر المزاج انا جبتك نضحك يعني انا مضحك عندك انا يعني مضحكتك يعني لا لا انت دمك خفيف حلو يعني انا مضحك يعني جعلتك تضحك علي تصويري من الاخر تصويري حق اطفال نلعب فيك ايش رايك خلاص والله خلي كل متابع عندي هون يضحك عليك فوت جولة ولا جولتين؟ جولتين وحكم خط متقدم اسكت خط متقدم ما اسمع صوتك لو سمحت لان وين مزعج راسي جمع يوجعني ماشي شباب سبلشناش كلنا كندره سماء السلام عليكم شكلوا جماعه عبد الرحمن شكلوا جماعه ما يمزح معاهم كل المزايا جمالك باري كل شي زين يا زين كل شي والله ما فرقتك وانا المعرشان يا حبيبي احبك وابد يا عصير البارولة ومن قاعدك وين خطاك؟ احلى يحيى باقي خايف اليوم شفتك اليوم والله مشتاق لك والله مشتاق لك يا يحيى اسطورة شباب كل واحد عندي يحط يحيى وقلب كل اللي عندي يحطون يحيى وقلب ايش فيك عاد رجعت ايش فيك لويت ليك رجعت يا شباب راحت الهيبه كبسوا كبسوا في راس ما قلت خلاص يا شباب خلاص ما تكبسون 170 واحد خلص خفوا تضغطوا مهاز مستحيل حبيبي عبد الرحمن جعني بديت اطير المهاجر الحين انا كل متواجد على راسي ما خفت انا ارتاح لك شوي اخذ سياحه روح سياحه يا وردات بس يا الربع لك سياحه يا رجل الدنيا ما بخير شوف يا عبد الرحمن حتى كفو انتهى التحدي الدبل الحين بينزل يا الربع حلو تسع وردنا عندي كيف افوز عليها حلو حلو لا موجودين الصبح ما حداش قصر منهم انت ضبني عك انت ما حدا رخيص غير انت شباب ضغطوا شباب ضغطوا تفقدوش الامل يا شباب والله العظيم طلع مستواه نزل صار يطلع 13 و14 الف يعني ما عادها هذاك اللي يحيى يعني بعد هبط شوي فانا بدي اياكم منكم تشدون اكثر وتولعونها ولع يا كبير ولع الدبل عبد الرحمن يا عبد الرحمن الله يعزك فراس يا فراس يا فراس يا فراس ارحم ما بدنا نخلص منه هذا وكل الحالات ما خلصنا منه سلام يا فراس حبيبي يا فراس خلصين على البيت اولاد الكويت كلهم عندي ضب العدو على البيت على البيت اولاد الكويت صح معك حق انت من وين انت؟ انت واحد يوميات عمر يوميات حشره شباب ضغطوا تفقدوش الامل حطوا سلطان اسطوره العرب يا شباب شو هذا السكور؟ ما
شو اذكر يا شباب؟ الله يسامحك يا هتلر، الله يسامحك. كلت كنت يا عالم رفرف يا عزيزي الكويت فوق المعزة، أنا خصيت الروح نجنا بنعزة. عزيزي الكويت فوق المعزة، ترخص لك الروح نجنا بنعزة. عزيزي الكويت فوق المعزة، ترخص لك الروح نجنا بنعزة. الكندر يا سلطان، الكندر يا سلطان، فراس الملكة وخلص فراس. إن شاء الله ربي يزوج ويخلص ويتم معه على خير. فراس يا رب، بارك لي فراس. عبد الرحمن جعلني بديتك يا عبد الرحمن. الله يا رب دائما ما قصرتوا. ضيفوا بالله، ضيفوا، ضيفوا عبد الرحمن، ضيفوا كحيلان، ضيفوا عبد الرحمن، ضيفوا فراس. هذا 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 شباب، هذه فراس العشبة خلاص. عبد الرحمن يا ربع كلكم ضيفوا عبد الرحمن، وصلوا خمسة شباب. والله العظيم راح أتم الهيبة يا شباب، عادي يا حبيبي. قال لي عبد الرحمن باقي لي شوي وصلوا خمسة يا ربع كلكم ضيفوا. شو يا عم شو هذا 90,000 ولا 6,000؟ بالله يحيى احت الحق، مو سكورك نفس سكوري بس فرق ثلاث اصفار. احت الحق طلع، يعني انا وياك نفس المستوى بس الفرق الاصفار. ضيفوا عبد الرحمن يا ربع، ضيفوا فراس، ضيفوا كحيلان. شباب ما تحرك من حقول. ايوه ان شاء الله كذا. وين هبتك السلطان بين الكنادر يا شباب؟ ترجع الهيبه يا شباب. من يوم تعرفنا على هذا الزلمه بطاقيه يقول بيعنا مو راحت الهيبه. شوار بيقول ذي الحصيني ما ردغنا اليوم، فكر حاله اسطوره بهذا الرقم، ما عرف انه راحت ايامه. يا شو هذا، شو بدك احكي؟ جولتين حبيبي تاع تاع، كيف على حالك؟ كيف حالك فايز علي بجوله؟ مبسوط انه فايز علي. يحيى لما تفوز علي بتحس حالك مسوي انجاز؟ بالله عليك ما تصور وتعلق قاعدك بالحيط انت فايز على الاسطوره. استمتع يا يحيى. كلكم باركوا الفراس يا الربع. عبد الرحمن جعني بديتكم يا اولاد الكويت، الله يعزكم ويعز داركم وبيض الله وجوهكم، ما قصرتوا اقسم بالله. الشكر حقكم قليل والله العظيم، اقسم بالله العظيم. الله يعزكم عبد الرحمن حبيبي، فراس، كحيلان، طير المهاجر، الربع اللي متواجدين كلهم. طير المهاجر طبعا مسافر ويعني هو راعي الاول، ما يقصر، بيض الله وجهه وكل الداعمين وعادل وكل الربع وكل المتواجدين. وجهك يا غالي. شوفي شوفي يحيى. كل الاساطير تبين، مش بس طلعت. العب 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 انت وحقك ذا الجوله الجالسه. انا حكمت عليك قلت لك ما عاد جبت بديها. العب شباب، خلاص يا شباب العب شباب، خلاص بعتذر اذا حطيتها من وراي. يمكن شباب شوي يا شباب، هاي 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 الصوره لك والحلاقه اللي حلقتها المره الاولى لابو طلال. كل واحد بس ينهزم يطلعها يقول انا فلان. انا ما قصديش بحدا، ما بعرفش حدا، انا لوحدي. شباب ضغط على الشات يا شباب، في منتصف الجبهه روحت عليك طعمه الفوز. مو روحت طعمه الفوز. لازم تعرف، لازم تعرف انه جمهور يقوى منك. يا عالم رفرف يا عالم علي فوق الاحمدي مشهرف حولي. يا عالم رفرف يا عالم علي فوق الاحمدي مشهرف حولي. عزيزي الكويت فوق المعزة، ترخص لي تروح نجي المعزة. والله
والله نهايتك يا عطور لك ولك يا لك الشعب على البيار حسن على لك ولك يا لك شعب شوميرك على البيار عزيزي خذ المعزة برخص الفروس نجد نعزة فاحنا كرجال كلما تراجعنا تقدمنا. ليش ما تسكت؟ تمام ماشي. خطي متقدم. توني شفت خطك. انا مش شايفك حتى اشوف خطك. انا انت بين الشبك حتى اشوف خطك. ما تلاحظ مستواك نزل؟ هيك ملاحظات. كل واحد كل انسان يحس على حاله. صح ما تلاحظ؟ شو المستوى يعني؟ اني انا هيك معاش طفيت. يعني صح بيجيك انه بتبين بس مرشد ارحب يا مرشد يا مرشد يا حبيب القلب يا مرشد. بس انا بكسرها يا غيث. سلام يا مرشد سلام الله يعزك يا مرشد. بيت الشباب على البيت ما فزنا على يحيى. والله قبل ما تجي كنت عم فوز على واحد سكورات 15 20 30 الف من وين؟ حبيب قلبي يا مرشد وافي حيلان جعني بديتك لك حيلان. ضب العدو على البيت. والله ضب العدو على البيت. على البيت يلعب على توب يحيى؟ جاي تلعب على توب؟ اي توب؟ اي توب؟ ما شباب الحكمنا الشباب والله العظيم انا فريق اسف من هذا السلامه والله العظيم ندمت على الساعه اللي تصدقت انا وياه فيها كتب بهادل 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 يبهدل فيها بيطلع معه ويتبهدل خلاص عادي يا شباب يعني شو مره خايف يفوز عليه ونفرمه ونضل رايحين جد اي توب؟ لانه انا خايف منه جد انا لو العب على التوب ما بطلع معك. شو قصدك يعني؟ بطلع كذا لحالي بس ما ابغى احد معي. يعني قصدك يا حبيبي مستوى بالمره يا يحيى. لان ام الهيبه على البيت. تفضل يا يحيى شكرا لتواعدك طلعت معي شوي. انا سلطان. تفضل. شو بدك يا يحيى؟ شو الغمزة؟ يا يحيى عم تشجعني يا يحيى لك المطر عندي طلع ما له سير حقيقية تزيط هذا الفرام الفرام عبى هواء بس يعبي هواء يصير يسوي الحكم الأول تطلع تجلس بين المطر دقيقتين عم تفك المطر حتساعدني بالحكم أنت حتقولي مسامح اوكي ماشي اللي بعده اللي بعده يلا الحكم الثاني بقول لك قصتي وانا في الحديقه وكل ما اقول لقيت حيوان تقلده اللي بعده الحكم الثالث وحيلان عندك حكم ماشي مش هالك حيلان اللي كان حلمه قص معي هو هذا هو ايه كان بعت لي خاصه بدي السلطان طلع لي معك لما طلعت قص عيد عن ضدي يعني مش هيك تواجه رجالك حيلان حد ماسك حيلان سمحت كرمال يحيى خط الجوله الحكم الثاني تفضل الحكم الثالث شو كيف عندك حق الغمارة حق السيارة؟ يا أخي راح أسوي بهالمطر ورايح راسي
بس بدي اياك تطرح الجوال بدون. ايوه هيك، ايوه يا سلام، ايوه هيك 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 هيك. تجلس هناك فوق الطابوقة. والله مطر حلو احلى شيء. لو عندنا مطر يخرج الجيش بينا 5 دقائق. خلاص عاد يا صرت ميه لما خلص ارحمني كلت هوا. اعياد ما صيح لك انت ما تسمع. يحيى روحت ام هيبتي، انت في مجال تترك الحاله روح تسلم المتابعين نفوز هيك ولا لا؟ من الاخر تحل عني ولا لا؟ تركني بحالي خير بس استجمع قواي ارجع لك. انا هلا عم بعمل لك الخطه، انت كلكم معي سريع تيك توك عم بعمل لك الخطه ان شاء الله راح ارجع لكم خطه قويه. انا سلطان، انا بضعف ما بموت، انا بضعف بس عبد ما الرحمن بموت. حبيب قلبي حكمنا عليه بس ينزل وسط المطر، ما صار شيء عبد الرحمن لك تخبرني. ارجع شو بده عبد الرحمن ترجع انزل النوب بعد؟ لا لا، قال شلونك يا يحيى شو صار؟ انا طلعت انقطعت عندي الشبكه، جاني اتصال الحبيب شالني كذا يعني يعني المدير الاداره، قلت له ما صار شيء بيض الله وجهك ما قصرت ولد الكويت حبيبي. يحيى ليش عم تفتح الصباح؟ عم تفتح بالليل يعني؟ ايه قال لك ايه ليش ما بتفتح الصباح؟ تلعب معي جولة أخرى؟ لا حبيبي حل عني والله يا اخي، عن جد عن جد ما تعملوا لي نزله وما عنده مستوى، يعني عن جد يا اخي كفي شهره، شارد على ظهري، اتركني اكلت لحمي وكبيتني، فك مشاعرتك، اترك خلاص هون بس، هاي الناس عرفتك من وراي، فكني بس. طيب بتبيع حسابك؟ سلطان ما بيع متابعينه. خلي متابعينك ما عندك مشكلة، حتى اللي بيشتري الحساب بيحافظ على متابعين الحساب أكيد. لا بس ما تابعهم سلطان، تبيعني حسابك؟ والله إذا كان هيك يعني زي ما أنت أنا ببيعه، لو حالتي زي حالتك ببيعه. بس الحساب ما يتغير بالدعم، الدعم يروح يجي. يقول لك عبد الرحمن بمليون دولار تبيعه؟ بعته. بعته ابيع مش متابعيني بس. قرع الجو. ابيع الجزيره كلها بس. يحيى بدك شيء مني؟ ما بدي شيء والله، سلامة قلبك. بس ليش عن جد انت خايف يعني كل ما تطلع معي يلا تلعب جولة وانت اول تلعب لافزت عليك ارجع جولة يحيى تعال الحساب. جاي، تعال عادين شو كل جوله حكم وبلشت انت يحيى. تعال يمكن بضل معك حتى افوز عليك، وبعدين دحج علي رومان، تبيع اللامبورجيني، تبيع السياره، لا تحكم لا عادي اعدام. عادي، ما بدنا نضغط عليك، ما بدنا نضغط عليك، بس انا بسألك سؤال ليش؟ لا انا بلعب معك هاي الجوله. لا باك يا يحيى، انا نهار علي بالنهار بيكون جوي غير، برتاح باللايف اكثر، بقول لك تعال خلينا نلعب، بس بالليل كنت تفتح سلاي يعني ليل مش لالي، بس بالنهار قد ما بدك العب معك، بس ما صوتك ها خطي بيتقدم ولا اطلع من البدايه، اذا عندك بطانيق وينك بدون مزح طلعت فيها. لا وتشد يا رومان على الحلال مش عارف انت. لا وتشد، لا وتشد، ضغطوا على الشاشه يا شباب. المافيا اسطوره يا وتقدمون رومان، اسطوره يا اساطير، والله لا خليك تبكي، والله دحج علي. بدك تلعب مع حدا انت شيان ولا لا؟ انا معك وراح اتصدق معك، اذا ما افوز عليك اليوم مش نازل، ومين ما يكون عندك يكون. تعال عاد انصح نفسي بدي اروح، انا لازم استمر، لازم اصبر، الا ما يجي واحد ويسحلك الحين. ويفتح خطي عليك. متقدم ليش ما تسكت؟ خطي متقدم وعلى نفس تمام السلطان، قد ما عليت ابن الحرب، ارحب يا ابن الحرب ولا اسمع لك نفس. خطي متقدم شو اي سلطان؟ سلطان ابو عصي ولا ابو سيف؟ اي سلطان؟ شباب هذه الكاميرا اللي نزلها عبد الرحمن تصورني وتعرض له صوره، انا جربتها نزلتها عند واحد
تعرض صورته. حبيبي عبد الرحمن، الله يعزك يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك. ابن الحربي كحيلان حبايبي، ها شفت صوتك راح. العب من البداية، لا تكمل، العب من البداية. هيا قول لي، حرك سكورك عبد الرحمن، الله يعزك يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك حبيبي عبد الرحمن، الله يبيض وجهك، ما قصرت والله يا عبد الرحمن، جعني فديتك والله يا ولد الكويت، انك عزيز وغالي وانسان راح تنحط على الجرح تبره، والله العظيم عبد الرحمن جعني فديتك. كحيلان ابن الحربي اي لاف عم يو. يا رومان، الى حلف يا رومان، انت بتعرف السلطان مش غير وجود الاشخاص، انت من الاشخاص يا رومان. انت يحيى، انت مين يحيى؟ لا تحرك يعني خطك، انا شوف ربعي وقف وقف وخلي يحرك خطه مسكين، خلاص حرك خطك. والله ايامكم في الطول عليا، من ايامكم الكويت والله، انا ابدي والله قلبك، ايامكم يلا والله، حرك خطك حرك يلا. ايامكم والله يا شباب، ايامكم يا يحيى والله، ايامكم ايامكم. لا تأسفن على غدر الزمان، طالما بديش كفيها وصلت لك مقطع الشاشة. أنا كلب يا كلب. لا 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 والله مش انت راح تجي انا أيوه يا شباب، تحكوش يا شباب، جد أوريك، شباب راح والله. أوريك بالحكم هذا يا كلب، أوريك. يا شباب تزعلوش والله يا شباب، لكن النظاره كيف تلبق علي يا شباب. يا شباب والله ما حكيتش، انا بدك بدي لي قرد جردون حصين، ورا التهريج. شباب والله شباب، عن جد شباب والله العظيم بامل افوز عليه. شباب شباب، انا سلطان ايش فدي الامل، عبد الرحمن عن جد حبيبي بامل الله شباب يسعدك. والله بامل احكمه والله، اذا فات واحد من جماعتي لا يجلد الجلد. لك خلي يفوت، طيب يلا اللي يفوت. صحي وينك يا معلم؟ ضي ساعة فاتح، وينك؟ فوت استحفي الأراضي سلطان هيبة. صح هاي هاو صح ار يو، صح قل لي يا الليل. والله يا شباب، من شوي كنا عم نفوز بس مش عارف، بحس هيك يا شباب، حسوا حس هيبة تروح عند شي نهار، بتحزم مظبوط وظبط الوضع وجيه. والله يا يحيى ما راح اتركك، والله لو الاخر يوم بعمري بالبرنامج ما راح اتركك، والله ما اتركك، وأنا سلطان ابن ريان والأيام بيناتنا. يا شباب حدا ينقذني، أكلت كندر يا سلطان، ضب العدة على البيت. لا لا لا، في غلط في الموضوع، أنا زلمة بدي أروح شوف شيخ يقرا لي على لايفي، أروح أبيع حسابي شوف واحد يقرا لي على اللايف في شيء غلط. الحكم الأول تفضل. شوف، ما بخليك كلب، أوكي شو حالك؟ هاي ما بخليك كلب وتقول لي كلب، لطالما رقصت على جثة الأسود وكلاب، أوكي ولا نفس. اسمع الحكم الأول، الحكم الأول تفتح الباب السيارة وتخليه مفتوح علشان نسمعك. شفت المكان اللي نزلت فيه أول؟ بدي إياك تمسك كذا وتصيح تعوي عواة الذيب، عواة الذيب أوكي 20 مرة بصوت عالي علشان نسمعك، يسمعوك وسط المزرعة يقولوا هذا في ذيب. طب خلاص اني كلب عشان تطلعك عن الحوسه دي، يعني عن طين العذيب بنفس الصوت راح يطلع. الحكم الثاني احكي لك حكايه الغابه وانت بعدين بكيفك، انا كل ما اقول لك لقيت حيوان كذا كذا تقلده. الكلب والحمار ما تمركهم بالقصه، مالك ما شغل، انا لقيتهم، لقيتهم ايش دخلك؟ انا لقيت اي حيوان لقيته انت مثله، مالك شغل. هذه انا مشيت في الحديقه في تمام، الغابه. كملت القصه، كملت القصه، يلا الحكم الثالث، تفضل. الحكم الثالث، شو الحكم الثالث؟ عندكم حكم عبد الرحمن؟ عندك حكم؟ عندك حكم يا عبد الرحمن؟ احترم يا يحيى جمهورك، كلمة جمهور، انا عم قادم على تمثيل مسلسل حتى ما بياخذون لايفات ويخربون بيتي، انا عم مسلسل مسلسل، لو سمحت اي غلطه بتخرب بيتي، احترمني باللايف. أنا محترم، أنا ما قلت ايوه شيء، أنت اللي غلطت وقلت لي انا لطالما رقصت على جثة الأسود وسكت. هذه حكمت السكتة، فيك، هذه السكتة حكمت فيها أنا، فيك. لو كملتها لو لا كملتها ما كان عندي مشكلة، بس عندما سكت انت اسمع حكمت فيها صايده، بقول لك لو انك كملت الشعر ما كنت تقصدني، لكن عندما وقفت عند رقصت على جثة الاسود وسكت رجعت تضحك، عرفت انها كانت، انما كنت تقصدني انا. يا اخي يمكن ذيب رقصت عادة اللذوذة ذيابة. لا خلاص فلتت، هو اصلا البيت مو مكتوب ذيابة، مكتوب كلاب. يلا احكي القصة يحيى، الحكم هاي اخر عمل عن جد، حاس قلبي حاسس اني راح افوز والله، اقبل اعطيني من وقتك.
احكينا القصه. طيب دقيقة نسأل رفيعي، لا العب الجولة كذا توهق والله تنتقم. ما عندي حدا، والله ما عندي حدا، بس عندي احساس من جوا راح افوز. اقبل. طيب اين اي حكم تنفذه؟ القصه. كان يا مكان في قديم الزمان، انا وعمي ثابت مرينا احد الغابات في كونغ هانغ. عبد الرحمن يعني بديتك، اول ما دخلت الغابه اول ما دخلت الغابه شو لقيت؟ لقيت الذيب. هذا ذيب يأكل أعظام، حلقه مجروح. I love you والله يا عبد الرحمن. بعد ما لقيت الذيب مشيت أنا وعمي ثابت، مشينا مشينا، تعرف شو لقيت؟ لقيت الدجاجة عم بتبيض. بعد ما لقيت الديك الدجاجة لقيت بقرة. بعد ما لقيت البقرة لقيت الجمل بيهيج البعير. هاي هذا جمل يهيج، صح. هذه ناقة مو جمل هذه. طب يا مرق انت، يلا. بعد ما مشيت ولقيت الجمل لقيت غراب فوق الشجرة بيصيح لولده. عبد الرحمن يا عبد الرحمن جعلني ما عدمتك الله يعزك. بعد ما لقيت الغراب لقيت الكلب. لا يا يحيى، لا 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 لا، خير يحيى، خير يحيى، والله العظيم فوق ما عم بخسر. انا بتروح حياتي خاف، خلينا مرتاح اليوم، موت بالليل ما اسامحك، والله دعي عليك غير اللي اسف. بعدين رميته وهرب الكلب. صح. لقيت الحصان. هاي حصان بالله، هاي ذا حصان. عبد الرحمن جعلني ما عدمتك الله يعزك. عبد الرحمن خلاص، آخر شيء لقيت القرد. خلاص راحت الهيب. شباب اذا خسرت هاي الجوله يحيى مجلي بدك تخدمني خدمه، الغى المتابعه عني وخلها يلغي عنك اني، وكل واحد بضرب. ربعي كبسوا بالله، انتبهوا الجوله هذه. عبد الرحمن طلع يا الربع. عبد الرحمن جعلني ما عدمتك يا ولد الكويت، الله يحفظك يا ولد الكويت وبيض الله وجهك. شباب عندي بس زلمه انتبهوا انتبهوا يا الربع، انتبهوا يا اللي متوجن. ثدوا 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 بالله، ضيفوا عبد الرحمن كلكم، هو جاب لكم الصندوق، ضيفوه كلكم، ضيفوه. اللي وده الدعم من الصندوق لازم يضيف عبد الرحمن، ضيفوا عبد الرحمن يا الربع. عبد الرحمن عندي يقول لك موجود، لا تخاف، كان عم يهددني والله. لا 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 لا، ضيفوا عبد الرحمن، ضيفوا، شوفوا منزل صندوق، اللي بده هديه من 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 الصندوق لازم يضيف عبد الرحمن. باقي 44 ثانيه. اروح اشتغل بالمزرعه، هاي طلع لي كم دولار، اريح لي واظبط لي، هذا وجه، هذا يجيب الرزق، هذا قطع مستقبل كل الشباب عن جد. يا مهاجر يعني فديتك والله. عبد الرحمن يا شباب، الله لا يسامحك، الله يسامحك عبد الرحمن، كانوا ناطر السنه الاخيره. يا اخي مجلي الامور طيبه، معك خبر، انا بحبك يعني ما عدمتك. يا اخي بتعرف انا بحبك كثير يا اخي، بتعرف هالشيء؟ شو؟ تعرف انا كثير بحبك انا؟ حتى انا بحبك. يوم يوم ما استحلاش ما بعثك الخاص وطمن عليك، احكي لمتابعينك. ما اسالك اقول لك ليش ما فتحت يا اخي اليوم؟ بقول لك شو فيك؟ طمن عليك ولا لا؟ لا قد صار عندك ام يا ام. حلو على البيت معلم، احلى شيء كانت اخر جوله. ام يا ام ارحب يا ام، جعلني فديتك يا ام. دائما على وجهي، لازم اقرا الفتحه على لايك يعني. شباب اروح لي عند شيخ اليوم، راح اسالك، راح اهم استخاره اليوم، راح استخاره بالكلام اللي تعب وجهي، لانه جد راح جد مسحوا بي الاراضي جد جد. شكرا يا حمد، كلك ذوق، الله يا حمد ما تقصر، الله ما تقصر. ام 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 جعلني ما عدمتكم الله يعزكم يا بعد راسي. الله يا شباب ما تقصرون، ترى دعم ولا شيء، محبتكم حبيبي والله يا ام عبد الرحمن كحيلان، الله يعزكم. ما قصرتوا مع اخوكم سلطان، صاحب الاراضي يا حمد. ضيف الداعمين يا الربع، ضيفوا ام، باقي له 600 وصل، يوصل 21000. عبد الرحمن صار 5200، الله يسعده يزيد ويبارك له ان شاء الله. اسمع ام حبيبي، شكرا، شرفتنا يا ام، بيض الله وجهك حبيب قلبي. عبد الرحمن كحيلان كل المتواجدين. الحكم الاول
والله شوف صراحة باقي مطر ولا خلص؟ مطار كبس شب عم غسلت ليش كمان بدي اياك تقلد لي مجنون لمدة 3 دقائق. لا زودت انت على فكرة زودت كثير دقيقتين دقيقتين، خلاص خليناها دقيقتين. لا الحكم الثاني الحكم الثاني بتقلد لي أم ترضع ولدها لمدة دقيقتين، وهو يبكي وتغير له الحفاظة. لا زودتها يا زلمه خاصة طيب. الحكم الثالث الطير المهاجر وينه؟ موجود موجود يا ربع، بس مسافر الله يعزه. موجود اللي بعده ربعي يا ربع، الصندوق في صندوق فوق يا ربع، الشباب اللي شوفوا يا ربع، القصة حق الصناديق ترى ما حد عارف لها. اللي ما يعرف القصة حق الصندوق هذا، ودكم تحصلوا منه نقاط ورجعوهن، ما عندكم مشكلة، تبيوا ترجعوهن لي بدكم تدوا لأحد ثاني، بس لازم تضيفوا راعي الصندوق، ضيفوا راعي الصندوق تحصلوا نقاط. حبيب انام عندي الصبح شغل انا خايف لك الحكم كلك يلا 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 يا عمري يلا يا يحيى يا عمري اصبر. يا يحيى مو انا مو انا، ما خصك ابني اسمه يحيى انت شو خصك انت شو خصك لا لا مو اسمع اسمع، افتح جولة على شان على شان الحكم، افتح جولة عبد بدون بدون. ايوه خصك يا ابو يا يحيى قص يا يحيى يا عمري يا عمري يا 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 مو يحيى، يحيى حراسك، لا مو يحيى، ما ما تسميه يحيى. خصك انت ما خصك ما خصك اوكي الحر يحيى يحيى بعدك يلا. يا يحيى لا لا حبيبي عبد الرحمن الله يعزك. بكره يا عمري يا يحيى وتنسى هذا اللي كان بكره بكره انت يا لا لا عبد الرحمن يا حبيبي. يا عمري انا يا عمري يا يحيى عمري انت يا عمري حاول تسكت، سكته سكته، مش تضربه، حاول تسكته. خلاص عادل لا عبد الرحمن، الجولة بدون حكم يا بعد راسي. عبد الرحمن الله يعزك. يا عمري يا عمري يا عمري عبد الرحمن ام الله يعزكم كحيلان. مسحت هيفي جنب متابعيني يا اخي ما عادش حد يطلع فيها روحت بدي اغيب عن برنامج جمعه استرجع قواي وارجع لكم والله مسحتوا بي الاراضي عين صابتك يا سلطان لا تخاف يا سلطان عين صابتك بدك شيء يا حميد بدك شيء